ارتقب وعد المطر آه من جرح دفن تحت التراب فالزين زف دم يحسن الله عزاك. لا إله إلا الله. طيب. السلام عليكم يا جماعة الخير. من؟ أنا جيفر. اتفضل يا ولدي. أبو جيفر؟ وش جالس تسوي هني؟ ياسين اترياك؟ كل شيء جاهز، والفرقة وصلت. يلا يلا بسرعة عشان نصير مثل العروس. إن شاء الله تتهنى يا ولدي. برضاك علي يا أبوي. الله يرضى عليك. أنتوا بعدكم هني والناس تتريى. يلا خلا مشينا. سيو بلحقكم. يلا.
تفضل يا مدير. أنا بسير أذكرهم. آه زين زين. هذه وش يسموها؟ مخطوبة، العروسة. خطوبة خطوبة يسموها خطوبة. خطوبة ها؟ سير أذكرهم أبوي على الأقل تسوي خير في حياتك سير. مرة واحدة ها؟ إيه زين إن شاء الله. يلا يا سيدي يلا عش. عارفش يا ليلى انت تعيبش الالوان الاخضر والاحمر. اقول ام الهريس ماشي لون اصفر اضيفه بعد هذا اللي قاصر. ويش واحده من لوحات الشتنيه؟ قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. قمر قمر في السماء يا اختي مبروك عليك يا دكتور. يلا يا ام العروس عامله دياب والعائله كلها بيحصلوا من تحت. يلا يلا حبيبي الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد. اللي أقول في الحقيقة حقيقة لأن الماضي بدأ يرجع وأنا لازم أكون جاهز ولازم كيف يكون معي. مبروك
ما تفوتكم افراح واتراح ذياب. عم ذياب نشدني عنك وقال لي ليش ما خليت ابوك نشد عنا عفريتي ان شاء الله. انا هذا غاسل يديني منه من يوم ودر المدرسه وركض ورا فلوس ذياب اللي زوجه وصرف عليه. ترى ذياب ما بينفعك، هو بس يبغى يكسر لي خشمي يبك. عم ذياب لبالي كل طلباتي وانا مرتاح لاني معه. ما تقول اذا طلعت من المدرسه ما بتلقى شغل؟ هذا انا طلعت من المدرسه وفي اليوم الثاني اشتغلت وعقبها بسنه تزوجت. ما يهمني اذا اللي تزوجتها اكبر مني وعندها اولاد من غيري، وما يهمني بعد اني ساكن في بيت تملك اختها، وما يهمني اي شيء. المهم اني مرتاح. مرتاح ما مثل ولدك هذا 24 ساعه جالس في الدكان، واذا يتدور عميت بيس افرص تليفونه ما بتلقى لانه مبتلبك وبيتك من فقر لفقر. يا الله اتعايروني على فقري بعد ما ربيت وكبرت. اوه بدخل حجرتي احسن. لا حول ولا قوه الا بالله. انا وش اسوي به هذا؟ ها اطرده من البيت خير شر؟ مسوي لي حيرته مسمار جهه. اسمع قول حذياب ما بتلقى اللي تدور عليه في هالبيت لانه بعيد عنك. وانت كم مره اقول لك لا تقرب من ذياب ولا تتخلى بيته. يوم خطوبة والده صديقي جيفر والحفل ما كان في بيته، في بيت المرحوم اخوه. معلوم مزوج والده من بنت ابو سعد. الله يرحمك يا ابو سعد وغمد روحك الجنة. لو كنت عايش ما استوى اللي يستوي. وانت وش دراك لو ان ابو سعد حي ما كان صارت هذه الخطبة؟ ايه انت ما فاهم شيء صار. زين فهمني. كل اللي اباك تفهمه انك ما تجالس ذياب. اقنع بفقري وقلة حيلتي وابتعد عن ذياب وغناه. نحن ما بسوي شيء لأننا نسمع كلام أبونا. حتى ما يبان تقرب من الناس اللي عندهم فلوس وأحسن منا. شوف هم وين ونحن وين. اقنع بفقري وضيق حالتي يا أخي. شبعت من الحكي لا عاد كبدي منه. داود كل ليلة يدهم ويفز من رقادة يسوي بروفة حلي يدنا في حفل كشافة. باكر البروفة نهاية للحفلة، واللي مطير عقولنا انه ذي الحفل بنقله في التلفزيون. يعني داود متوقع تيل كاميرا عليه. هذا اللي يقوله من اول ما اختاروه شارك. الله يوفقه ويوفقك انت بعد ان شاء الله. ابويا. نعم. رئيسة جمعية المرأة عطتني هذا المبلغ. اقرتي في تدريب العضوات التفصيل والخياطة. اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. سمعي يا بنتي، هذه المبلغ خلي عندك وصرفيهن على عمرك زين؟ ان شاء الله. بارك. واخيرا استوت الملكة. مبروك عليك. اقول لك على سر اموت فيش. هذا اللون اختيار من؟ سعد. سعد؟ سعد هذا اللي ما عنده ذوق؟ عرف يختار؟ سعد اخوش ما عنده ذوق، بس في هاللون عنده ذوق صراحة، ودمه ثقيل. انت ايه؟ اوف. الحفلة خلصت وانت بعدك ما خلصت حكي؟ حتى بعد الملكة ما تباني اكلمها؟ اوف اوف بعد. اعتقد الحفلة خلصت من زمان واهلك صاروا بيتهم. وين زين؟ صرنا قريب الفير. اهلك واهلي واهل الحارة كلهم
ارقدوا. ما صارت خطوبة هذه حشا؟ تنناب اكتر انا. وانتي يلا قومي سيري رقدي. يلا. ابى افهم شيء واحد. عمتي شريفة وراقدة. انت وش لك من خص؟ لا والله وايد واثق من عمر الاخ. اصلا لعلمك انا عمك في هالبيت، فاهم ولا لا؟ اصلا ما منك انت، انا الغلطان. لو قايل حق ابوي ابو الخطوبه والملكه والعرس في يوم واحد كان احسن لي. لا والله ما حاشاك تسويها، اصلا طلباتك عند عمي اوامر. زين صبر شويه، اذا ما قلت حق ابوي باكر العرس. اصلا انا ما بوافق، ما فاضي لك. يا سلام على كيفك. طبعا على كيفي. اقول لك طلع برا برا يا اللزقه برا. تطردني يا سعد؟ برا. زين صبر شويه، باكر باكر العرس وغصبا عنك. خير؟ وايش في معصب؟ سعد ولد اخوك ما معطيني فرصه اسولف مع خطيبتي، اخذ واعطي معاها. اباك ترتب حها العرس باسرع وقت. انت يا ولدي مسافر بعد اسبوع، يعني كلهن 4 أشهر، يوم ترد تتزوج باسرع وقت. ابا اشوف سعد ميت غم. انت وش تسوي؟ ما تريدوا تناموا؟ قلت حل ابويا بتزوج قبل ما اسافر. العرس ما لعبه، يستوي في يومين. اسافر وانا زعلان منكم؟ كله ولا زعلك، انت بالذات عيوني لك. امرك على هالخشمه؟ كل ما يقول لك شيء تقول له على هالخشم؟ الا جيفر عيوني ما تغلى عليه. اولادي كلهم ما يغلى عليهم شيء. جيفر، طلال، هيثم ما يغلى عليهم شيء. العرس يباله وقت، شهرين على الاقل. زواج بسرعه يا ولدي ما ينفع. ابى اسير القد. لاحقش يا موزه لاحقش. اسمعني يا ولدي، اباك تركز على شيئين، الماجستير والدكتوراه في القانون. طيب وشيء ثاني؟ امشي معي بقول لك عليه. من هالصور شوفهن من غير ما تسأل،
شفتهن. ومن هذيل اللي في صورتين؟ اليوم أنسب يوم تسمع اللي أباك تسمعه، لأن المرحلة اللي خططت إنك توصلها وصلتها في دراستك وملكتك من سماء. صحيح إن الملكة تأخرت بسبب دراستك المستمرة، بس الأهم إنك ملكت على سماء. باقي قدامك القليل عشان تستقر هني وتمسك كل شيء من بعدي قبل لا ساعد. أنا ملاحظ عليك من أمس إنك ما طبيعي. سير قد يا ولدي، بفكر في الوقت والمكان اللي بكلمك فيه عن الصورتين وعن قلقي. اللي تشوفه جيفر. من باكر بجهز لك مكتبك في الشركة، مكتب المستشار القانوني ونائب مدير عام الشركة. بس هذا منصب طلال، يكفيني منصب مستشار الشركة القانوني وخلي طلال في منصبه. انت الانسب للي في راسي. لو سمحت با، طلال اخوي وما اريده يشوفني غير اخ حقيقي، لو سمحت. الظاهر غلطت يوم راويت الصور، زين ما تسرعت وخبرت عنها. لا، لازم اخبرها، هذا وقته. كل الظروف تقول هذا وقته يا دياب، خاصة بعد اللي شفته أمس. يمكن تستجد أمور ولا تنسى علي وتهديداته، خاصة إن عند اللي ذبحك به وتهديداته تزيد يوم بعد يوم. كيفه هو الوحيد اللي طلع صنديد مثلك، يعني هو الوحيد اللي بيوقف معك ويسخر القانون اللي صرفت على تدريسي في خدمة قوانينك الخاصة. يا ترى وش اللي في راسك يا ابوي؟ زين صبر شوي، اذا ما قلت حق ابوي باكر العرس. ظل وجود جيفر
أكاد أفتقد كل هذا حين يكون مسافرا، وما أكثر أيام سفري. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا الحلوين الشاطرين. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سير سير. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا يا ولد تفضلوا. ها موزن خذيت دوياتش؟ اطمن خذتها بوقتها. متوكدة؟ تكذبني؟ لا صادقة صادقة، بس حبيت اطمن عليك. اتريق. انتو تريقوا على كيفك، ورانا مشوار طويل نبغى نرد بسرعة. طلال أنا هاليومين بكون بعيد عن الشركة، وأنت ما يبالك وصاع عليها. وأنا بس عاقيني وعايفيني؟ ما تقول عندي ولد صغير، أصغر أخوانه وأحلاهم اسمه هيثم، أطلع في هالجو الحلو، ما عندك غير قيفر وقيفر. والمدرسة؟ وانا حويش اريد ارفع عن نفسي غير بسبه المدرسه. كمل دراستك اللي ما رضيت تكتمل، استحي على وجهك تعيد كل صف مرتين. بسك بتشيب وايش تتريى وساب الخدمه الطويله. تشوفوا ولدكم، انا ساكت بس عشان ما اريد ارهق عضلاتي ولا برتكب جريمه. لعلمك بعد ما تخلص آخر السنة اللي باقيت لك بتدخل الجامعة، وبعدين يبطل الشغل. هذا بس حقنا للدماء. يلا قيفر يلا يلا موسى. مع السلامة. بتداوم الليلة؟ لا تشفع عيوني، بس احتاج ما تطولي عليهم بالاسبوعين والثلاث. شريفه تترياني بقهوتها، انتوا تريقوا وتهنوا. صباح الخير خالي. صباح الخير. هيك هذي اليوم سوف عمرك انت كيف. هيا ابويا هيا هيا بسرعة، ترى عيال خالك وكل المشاركين في الحفل قاعدهم تقدمونه. هيا ادريبهم. ومبارك وراك مستعجل. بعد وقت وبعد تعال تعال تعال. هين خيرك؟ خنجرك السيارة وراك. ايش تبابه؟ مش يعطي ثيابه ان شاء الله. تعال تعال بناخذنا في نيالك هوا. يا الله ما برد فوادك انت تبانا. واد الحلال الكراسي القدامية تراهم بتفوت. ايش فيك انت؟ اقول لك هيا ابوي هيا انا بتقدمكم قدام نفسها. هيا يا عيال، هذا الشيخ مبارك مستعجل يبقى يقعد في الكراسي القداميه في الاحتفالات الكبيره. نوبني ابقى قاعد في الكراسي القداميه، ولدي مشارك في الاحتفال وما اظهر في التلفزيون مثل الخلق. لكن لا، انا ابلازم اظهر في التلفزيون. أنا بوصلكم وبقعد أترياكم في السيارة. أحسن أحسن أترياكم في السيارة. وقف 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 وقف. أي 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 شباب شباب شباب
لازم ارجع السيارة لابوي قبل لا اشوفها ما في بيت. ايش ترجع السيارة؟ الحين عجب علي دورياني. اصلا انت ما تعرف تسوق. انا اعرف اسوق احسن منك انت يا التعبان. شوفني الحين. شوف الحين لما زر السيارة زر وامر عند بيت الحلوة دلال وعاد هي بتطير من الفرحة لما تشوف فارس احلامها مر عياي. دلال أقول لك وحدة ورا وحدة تتصل، حوش ما عزمتينا وحوش ما خبرتينا. قلت لهم يا بنات الحلال هذه خطوبة وملكة وإن شاء الله ما يمكن في العرس أخبركم كلكم. ترى أبياب الله يهديه طول هوية قصيرة، سوى العشاء والكيك والحالة حالة. قلنا له شي بسيط قيسنا وقيس أهلنا. عندكم فلوس وايد علشان كذي الخطوبة عمرانة. عاية اليوم العرس وش بتسووا؟ صفية الحمد لله الخير فافة. الأم شريفة والخالة أنا صفية العافية. خلود تعالي حبيبتي مشتاقة حسوالفش. من عرفتها حابة موعدي في المستشفى، أنسى عذاب الإبار والفحوصات أنسى كل شيء. حبوبة ما شاء الله عليها. خلود بتيل سمعنا؟ لا أنا بصير ماما سما. سما لا تخليها تسميش ماما، تتفالى عليش بالشيء منتو، لا تضريها عليش وايد وايد. ترى المثل يقول شمها وضمها وتي البنت مشابهة أمها. خالتي سبحان الله ما تتذكر إني خالتش غير يوم تعصبي علي. بس أنا ما غلطت بشي. خلود تعالي حبيبتي. الله يهديش يا صفية، هذه طفلة يا أهلة ما لها ذنب، عيب تطري هالسوالف قدامها. أقول دلال ها هندش داشت اللي بلبسها في نهاية الحفل نسيتها عند الكواية. بسرعة هادية. أوف الحفلة بتبدأ بعد ساعتين واستاذ قال لازم يكونوا موجودين من وقت. إن شاء الله بنلحق عليهم إن شاء الله. وأنا لازم أسفد عمري. بقول لك سوى حياتي ما لأن سهو بس لأن حياتي فعلا بعد ما تسمعه بيكون حياتك ومستقبلك وكيانك كله. داود يصفد عمرك قدام المنظرة. كيف نتأخر على الحفل؟
عبد الله اوقف اوقف. طول عمرك وانت ساكت حوشت كلمته، وحويش انا بالذات حويش حويش. الاشهر الاخيره ما بتقضيها في دراسه الماجستير وبس، انت بتقضيها في دراسه حمايتي وحمايه بيتي واهلي. الحين فهمت، كنت مصر اني ادرس القانون وصرفت على الدراسه اللي انت اخترتها لي اضعاف واضعاف اللي احتاجه عشان سرك، فضلتني على اخواني واولاد عمي عشان تعذبني عشان تذبحني. معقوله يكون سرك حقيقي؟ يعني انا وطلال وهيثم ولاد؟ لا لا يا ولدي، لا لا يروح فكرك لبعيد. كل الموضوع اني انا ذياب، انا الرجل الوحيد على وجه الكره الارضيه كلها اللي كانت عندي فرصه اني اختار اسمي وحياتي، واخترت. بس هذه كل السالفه. يعني أنا بعد أقدر أسوي مثلك؟ الفرصة اللي جاتني كانت فرصة استثنائية ما ممكن تتوفر لغيري أبدا. فرصة استثنائية؟ قول فضيحة استثنائية، قول دمار، قول مصيبة، قول يا الله يا الله يا الله. Thank you.